كم بذل الحمار ذيك نفسه ولا فوق الحمار ولا نازل. كم تدب كلمه يا ابويا والد اي وجهل لك مكسر ولا مشتري المخ ولسه خلاص يا ملعون يا بنت الملعون لو معه مخ ما نبيع من الجوبه. شبطل الخزان لو كنت واعي شبطل الخزان لو كنت واعي قلبي خلاص خلاص بعت الاواعي قلبي خلاص خلاص بعت الاواعي. مرة واحد كان شيطان في زيك فرج الله الذهب زيك فرج الله جلس حوالي 50 وسط الحبس خرج لعند الجزار يشتي لحمة بقي يطلع روح الجزار اتكي فيك التربة اتكي فيك الكرش ابعد ذيك العظمي وذيك الجزار حماه وقدو حرك بيني وبينك قال لك فرج الله كريم فرج الله كريم يا سلام ارجع الحبس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبين. نعم تلفونات هاتين مسرحية صغيرة مسرحية صغيرة من الواحد وما يتزوج سنتين كان فيه قاعدة واحدة وانت محصل واحدة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هيا مالك ما نستاهل رجعت من الحمام والله لا انا ما عايش لي بك وحدي يا قمر في الوزارة داحن معانا البنية هذه كيف نسوي بها معي البنت كيف اسوي بها وكيف افعل بها قد اقول لك هذه بنتي وهذه خالتها والله ما زوج بها الا الحاج صالح وغني وبفرق بها وحبس ست اشهر وتوسع وحنور هذا البهائم والبغل والسيارات والحمائر وخليها على الله. يما انا مرأة انا ربي خلقني من الزواج حرم عليكم مش انا جنبي ولا انا عماري ولا انا عرضي تبرعوا تشتروا فيني. هو ليلة دانا يا ابو البنية ما بك حملي حالي المهر غالي والشرط اغلى يا ابو البنية البذ غالي والبيت غالي والمية غالي واللحم غالي والسكر غالي يا ابو البنية يا ابو البنية المهر غالي الآن سوف أقدم لكم بعض من التلفونات القصيرة لأن الوقت ما يوسعناش وإخوان الفنان كثير. أين التلفون؟ ولو بالأخ هؤلاء يطلعوا يتصارعوا ما يتنوا يتصارعوا. أولا نبتدئ بتلفون القاهرة. ألو صباح الخير. أهلا ازيك يا ممدوح. الله يسلمك. وحشتني خالص. الله انت ما جيتش امبارح ليه؟ أنا أصلي كنت تعبان عم بشيل مذاكرة. الله كنت بتذاكري؟ مش نجحتي ولا لسه؟ ما أنا لسه يا حبيبي وأنا زعلانة منك مش بتحج مع السينما بكرة. طب هتحجي معاك النهاردة؟ لا أنا خايفة. الله خايفة من إيه يا حبيبي؟ خايفة من دول.
الله حامل بك ايه؟ اسلم حي بس مصولي. الحين الان التلفون في صنعاء، التلفون القديم. كيف انت يا قمر؟ ولاني بخير من السريحة، خليها على الله. انها بتتحاكى بالعظمي هذا بدون كفر، هذا من الحارس لهانا. هيا اسمعي ارسلي لي بس صبح قوى الله يجبر شلجي على ايدهم. صار المتازع تلقى الحانوت شباب الحانوت. التلفون الجديد في صنعاء. الو الو صباح الخير. اهلا كيف حالكم؟ والله اني زعلان منكم قوي. من يا روحي؟ والله انا سريعه يا اول زعلان. ما الخطوط بنشتبك هذا الايام. والله بيقع اشتبك في الخطوط خير هذا. الان تلفون الحديده. حاضر. ايش في حد من الحديده هنا؟ وذا كل ما على الحديده بيبترون عليكم. الآن تلفون الحديدة. الله من هو؟ سي أدو؟ ينا عايش إيش أكلمها؟ ويا عايش سلام عليكم. اندي لك شعر من حق محسن الجبري. ما أقول لك، أقول لك يا ربي أحب من جهده تابع أنا مشجر، وربي صالك بام قرآن وام خانجر يسموتنيش يسفني أنا ويا بينا مشجر إن شاء الله. الآن أشكركم جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوة المشاهدون، لازلنا نعيش مع فقرات هذا الحفل الفني الساهر الذي ننقله إلى أسماعكم وإلى أنظاركم مباشرة وعلى الهواء عبر موجات الإذاعة وشاشة التلفزيون. أيها الأخوة، وبعد هذه الفقرة الفكاهية التي قدمها لنا المونولوج عبد الله شاكر، تستعد الفرقة الفنية لتقديم فقرة أخرى من فقرات هذا الحفل الفني الساهر الذي تقيمه وزارة الإعلام والثقافة بمناسبة الذكرى 5 لحركة 13 من يونيو التصحيحية المباركة. أيها الإخوة، وهكذا تتجدد الذكريات وتتوالى المناسبات، ونحن على طريق سبتمبر، على طريق الحرية والديمقراطية، وعلى طريق يونيو، طريق التصحيح والتعاون، نلتقي ونحن نحقق المنجزات تلو المنجزات والمكاسب تلو المكاسب، ترجمة لأهداف ثورة 26 من سبتمبر وطموحات حركة 13 من يونيو التصحيحية المباركة. إنها قصة عظيمة أن يلتقي مشاهدون الكرام في كل أنحاء الجمهورية عبر شاشة التلفزيون ومستمعو الإذاعة في كل بقعة من بقاع العالم، ونحن نعيش وإياهم عبر الأثير هذه الفرحة الكبرى وفي هذا الحفل الفني الساهر الذي قدمت فيه العديد من الفقرات الفنية، وبقي أيضا الكثير من الفقرات الفنية التي نأمل أن تنال رضا وإعجاب مشاهدين الأعزاء ومستمعين الأكارم. أيها الإخوة، فرقة الموسيقى التابعة لوزارة الإعلام والثقافة تستعد الآن لتقديم فقرة فنية أخرى في هذا الحفل الفني الساهر الكبير الذي ننقله إلى أسماعكم وأنظاركم
مباشرة وعلى الهواء من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة صنعاء. نلتقي هذه الليلة وسنلتقي غدا وسنلتقي في كل مناسبة عظيمة وعزيزة إلى أنفسنا، ويحدون الأمل أننا على طريق سبتمبر ويونيو لماضون. مذيع الحفل يقدم الفقرة التالية من فقرات حفلنا الفني الساهر، أغنية الصياد، كلمات عبد الله غدوة، لحن وأداء الفنان يحيى الشلال. في كل مكان هكذا
مشاهدينا الاعزاء في كل مناطقنا اليمنية الحبيبة، هكذا نعيش مع هذه الفقرات الفنية والتي تنقل لحضرتكم من على مسرح وزارة الإعلام، من على مسرح جامعة صنعاء، وتقيم هذا الحفل وزارة الإعلام والثقافة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لحركة يونيو التصحيحية. إنها لحظات مليئة بالأفراح، مليئة بالسعادة، لحظات نعيش فيها مع ذكرياتنا المجيدة. أيها الأخوة الكرام، الفقرة التالية هي أغنية مال الملح ماله، وهي من كلمات عباس المطاع، لحن وأداء الفنانة نجاح أحمد. Thank you.
وفي العمل الصادق والبناء تحت قيادة زعيمنا المؤمن المقدم علي عبد الله صالح، الذي يحرص دائما على أن تسود الرفاهية كل فرد من أبناء الشعب. وها هي الرفاهية والحمد لله تتمتع بها كل أسرة يمنية في القرية والمدينة، فلولا حركة يونيو التي يحتفل شعبنا اليوم بذكراها الخامسة لما كانت الحياة السعيدة ولما كانت هذه البهجة والاحتفالات الفنية ولما كانت تلك المشاريع التي هي أنحاء اليمن. أيها الإخوة، الميكروفون الآن مع مذيع الحفل الداخلي. أيها الإخوة الحاضرون، والفقرة التالية ضمن فقرات حفلنا الفني الساهر للفنان أيوب طارش عبسي. أيوب طارش في أغنية أذكرك والليالي، كلمات عبد الله عبد الله بن عمان. Thank you.
Thank you.
يا ضلالي أنت أنت ضلالي.
هذا الحفل الفني الساهر الذي ننقله الى اسماعكم والى انظاركم مباشرة وعلى الهواء عبر مواجهات اذاعة صنعاء وعبر محفظية من صنعاء. ايها الاخوة، ما زال برنامج الحفل يحفل بالعديد من الفقرات الفنية الاخرى، والتي من بينها مفاجأة سنتركها لتترجم عن نفسها، ولكن أرسل بأنها تتعلق بالتراث اليمني الأصيل. أيها الأخوة، لا ننسى أن نشيد بجهود الأخوة الفنيين والعاملين في الإذاعة والتلفزيون الذين بذلوا جهودا كبيرة لنقل وقائع هذا الحفل إلى أسماعكم وإلى أنظاركم، وهم الأخوة في محطة الإرسال الخارجي أي فتن حدث الخارجي محمد السمان صالح السلوي، وفي التصوير علي محمد ناجي، منصور علي الشرجبي وعباس الحراجي ومحمد عاصم العسكري، وفي هندسة الصوت محمد مقبل عبد الرحمن الحيش عبد الله حميد، وفي الإضاءة عبد الدايم عبد الله ومحمد عزيز مهاوش، وفي مكنيك الكهرباء علي دهمش محمد الحافي حسن عبد القادر. أما في هندسة الإذاعة الخارجية في الإخوة الزملاء حسين الشرفي، عبد الله الشعبي، عبد الله الصبرة، يحيى ناصر، وطاقم الاستقبال في محطة التلفزيون المركزية الإخوة محمد الفوسي في الإشراف الهندسي، الإخوة محمد العفيفي، محمد المضاحي في التجهيزات الفنية، ناصر الصوت الأخوين راجح الخاوي على النهي، في التصوير محمد الحليمي لله والسر القدس، حسن عبد الله فتحي واحمد حميد في الفيديو، عبد الله ريحان في الرقابه الرئيسيه، عبد الغني محمد سعيد في الاذاعه، وفي التنفيذ مقبول الصيقل، وفي الكهرباء محمد الشاطبي. يخرج لكم هذا الحفل مباشره من الهواء عبر التلفزه الخارجيه انا المخرج محمد الزبلي، ويتناوب في تقديم فقرات الحفل والتعليق عليها عبر الإذاعة والتلفزيون محمد الشرفي، علي حمود العصري، وعبد الله الجوري، وحسين عقبات. أيها الأخوة مستمعين ومشاهدي التلفزيون، نرجو أنكم تقضون معنا وقتا ممتعا من خلال هذه الفقرات الفنية التي تقدم في هذا الحفل الفني الساهر الذي تقيمه وزارة الإعلام والثقافة في مسرح جامعة صنعاء بمناسبة الذكرى 5 لحركة 13 من يونيو التصحيحية المجيدة. أيها الأخوة، إنها لفرحة كبرى ومناسبة عظيمة أن تتوالى لقاءاتنا معكم في مثل هذه المناسبات العظيمة وفي هذه الأيام الخالدة التي صنعت تحولات تاريخية عبر مسيرة نظامنا الطويل ضد التخلف. أيها الأخوة، على طريق سبتمبر ويونيو تتجدد لقاءاتنا، ونحن نحقق أهداف سبتمبر وطموحات يونيو. أيها الأخوة،
الاستعدادات الفنية تجري الآن لتقديم فقرة فنية أخرى. أترك ميكروفون الإذاعة والتلفزيون للزميل علي العصري. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، لا زلنا معكم ولا زلنا مع الفرحة ولا زلنا مع العديد من الفقرات الفنية التي تقدم على هذا المكان والتي تعبر عن مدى فرحتنا الكبرى وعن مدى حبنا الكبير لهذا الوطن الغالي. إنها مناسبة من مناسباتنا الغالية، مناسبة الذكرى 5 لحركة 13 من يوليو التي أعادت للثورة الأم، ثورة 26 من سبتمبر المجيدة، أعادت وجهها المشرق المضيء وحققت أهدافها الستة وحققت بالتالي كل طموحاتنا التي كنا نتطلع دائما الى تحقيقها. والحمد لله حققنا العديد والعديد من الطموحات التي تمثلت في العديد من الانجازات التي تخدم Yeah.
I'm